أهلا بكم مشاهدينا الكرام في العدد الجديد من برنامج في 90 وفيه نناقش. بعد ترميم عدد من الملاعب وقرب جاهزية ملعب طرابلس الدولي، هل تنتهي أزمة الملاعب أم سيواصل اتحاد الكرة تهجير دورينا ولعبه خارج الديار؟ بعد مرور الجولة الثانية من مرحلة الإياب، قرارات وعقوبات جديدة في دورينا، وما زالت لجنة المسابقات تواجه انعكاسات تحديات التنظيم وسوء التحكيم. السلة الليبية تعود إلى الواجهة من جديد وتقترب من خوض تصفيات المونديال العالمي بعد غياب استمر لسنوات عديدة. ومن العناوين إلى صافرة البداية وتقرير فراس فوارس. لا زالت التحديات تزداد شيئا فشيئا مع مرور الجولات في دورينا، ونحن على مشارف الجولة الثالثة إيابا، ليكون اتحاد الكرة الليبي في موقف صعب لحسم موقفه من إقامة سداسي التتويج، خاصة بعد صيانة الملاعب وقرب افتتاحها. أبرز هذه الملاعب هو ملعب طرابلس الدولي الذي وصلت أعمال الصيانة فيه إلى المرحلة النهائية، وحدد نهاية الشهر الجاري موعداً لافتتاح الملعب من جديد بعد غيابه عن الخدمة. من جانب آخر، ملعب الوادي الكبير في مدينة البيضاء هو الآخر وصل إلى مرحلة متقدمة من الإنجاز بعد زيادة سعة المدرجات فيه إلى 12,000 متفرج، والأعمال لا زالت جارية في ملعبي مصر وبنغازي. عام الملاعب كما أطلقت عليه حكومة الوحدة الوطنية يضع اتحاد الكرة أمام مفترق طرق، فإما أن يقام سداسينا في الملاعب الجديدة وفقاً لما أعلن عليه في لائحة تنظيم المسابقة بداية الموسم، وإما أن تكون الهجرة خارج الديار هي الملاذ الوحيد هرباً من الضغوطات والتحديات للموسم الثالث توالياً. حال لا يختلف كثيراً عن المواسم الماضية إلا في البنية التحتية التي شهدت تغيراً كبيراً، لننتظر جميعاً ما قد تسفر عليه الأيام القادمة. نجدد الترحاب بكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد من برنامج في 90، وفيه نناقش عديد المواضيع التي تتصدر المشهد الرياضي وتحديدا كرة القدم وكذلك باقي الألعاب بما في ذلك كرة السلة في محورنا الذي يلي محور كرة القدم. قبل الخوض في تفاصيل هذه الحلقة، نرحب بمحللينا في الاستوديو عادل خمسي، أبو بكر الحرك، وسمير عبود، ورمزي سويكر. أهلا وسهلا بكم كباتن. نخوض مباشرة ونبدو مع الكابتن عادل خمسي. كابتن عادل، سؤال يتردد دائما في كل موسم وتحديدا في هذا التوقيت عندما تنطلق مرحلة جديدة، نتساءل عن سداسي التتويج. اليوم نطرق الباب وأول سؤال وأول إجابة راح نسمعها من عادل خمسي. في البداية يعطيني معناها لحظات مؤيد باش نتقدم بها حر التعازي لزميلنا في القناة الإعلامي فرج الفرجاني في وفاة والده، نقول له عظم الله لكم الأجر وإن شاء الله ربي يغفر له ويرحمه، وإن شاء الله هذه آخر الأحزان. أكيد بدورنا وبدور الفريق الرياضي بقناة الوسط نتقدم بالتعازي للزميل والمذيع في القسم السياسي فرج الفرجاني بحر التعازي لوفاة والده، إن شاء الله ربي يغفر له ويرحمه. بالتأكيد مؤيد، احنا دائما هذا الهاجس نتاعنا، معناها دائما النهائيات صعبة في ليبيا. لو مباراة فاصلة صعبة، لو مباراة بطولة صعبة، لو مباراة كأس نهائي صعبة، لو مباراة من أجل البقاء وفي القسم الممتاز أو الهبوط للدرجة الأدنى لدنا مباراة صعبة. إذا الآن من الآن أصبح التفكير في الدوري السداسي، يعني بيكون السداسي. سمعنا أن هناك بعض الأندية رافضة فكرة اللعب في تونس، في بعض الأندية
رافض فكرة اللعب في مصر في بعض الأندية وهكذا. معناها وين اتحاد الكرة؟ هل يجد حل وسط يرضي كل الأطراف؟ أنت تقولي من هي الأندية؟ ما زال السداسي، ولكن في على الأقل معناها بوادر. في بوادر معناها في بعض الفرق اللي هي معناها نقول احنا مضمونة في الدوري السداسي. شوف مؤيد، شيء ثاني مهم، لعب في الدوري السداسي وبيكون يعني نتوقع انه هو مش حيكون في تونس هذا الموسم. يعني هذا ممكن 90% متاكد منه مش حيكون في تونس. ممكن بحكم علاقه طبعا المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكره القدم، علاقته الجيده بالجزائر وكذلك علاقته بمصر، ممكن يكون بين الجزائر وبين مصر. ولو ان كفت ممكن الجزائر تكون هي الارجح. اها، علاش رجحت الجزائر؟ هل استندت مثلا لزياره عادل الاوجلي عضو المكتب التنفيذي الاخيره الى الجزائر؟ لا لا لا، وعادل الاوجلي عاد مشى الجزائر، مشى لمصر، مشى لتونس. لكن هناك بعض المصادر تتحدث عن لقاءات جمعت عادل الاوجلي باطراف في الجامعه او قد يكون الاتحاديه لا الجزائريه. قد يكون ممكن ابداء راي، ابداء فكره، ما فيش باس. مثلا الدكتور عادل الاوجلي مشى للجزائر، ممكن اعطاه راي، قال ايش رايكم الجزائر تستقبل السداسي من الى فتره التاريخ معناها. كذلك ممكن في مصر عرض الموضوع، ممكن في المغرب، ولو اني انا نتمنى انه هو يكون يما في المغرب يما في مصر. تقولي طيب لماذا؟ طيب احنا علاش مشينا لموضوع التمني وتحديدا انه يلعب في اي دوله كانت، واستثنينا ليبيا وهذا بيت القصيد. ليبيا انت مؤيد تعرف البنيه التحتيه. تمام، اليوم عندنا ملعب. وين الملعب؟ ما عندناش ملعب. طرابلس راح يفتتح قريبا. ملعب الوادي الكبير من المفترض ايضا افتتاحه في الشهر المقبل. ملعب مصراتة بعد 3 أشهر، بالاضافه الى الملاعب الاخرى، ملعب المرج، ملعب الجدابيه اللي يعتبر من الملاعب المصنفه على صعيد ارضيه الملعب. مؤيد، طالما انت درت عامين السداسي رفعته خارج ليبيا، الان خليت للفرق حجه ان هم دائما يقول لك اعطيني فرصه اسوه بالفرق الاخرى، انت اعطيت الحجه هذه. طيب انت نلعبه في ما هو كابتن عادل، كابتن عادل، احنا اليوم بهذه الوضعيه، هل نجح اتحاد الكره وكذلك حتى الجهات المسؤوله على الدوله بعد تهجير المسابقات لمواسم، نجحوا في غرس فلسفه ان السداسي لابد ان يكون خارج ليبيا؟ واصبحت حتى حاجه اخرى مؤيد، اصبحت عندنا في كره القدم الليبيه هي سياسه عدم الثقه. مثلا نعطيك مثال، الاهلي بنغازي بيلعب مع الاتحاد في طرابلس، تشوف يجوك جمهور الاهلي بنغازي واداره الاهلي بنغازي يقول لك والله حتى لو يخسر بالكره يقول لك وقع علينا الظلم، والعكس نفس الشيء الاتحاد لو لعب مع الاهلي بنغازي في بنغازي وخسر الاتحاد يقول لك تم ظلمنا في بنغازي. اصبحت الان ما عادش عندنا ثقه في انفسنا، وهذا الغلط يا مؤيد. المفروض احنا نتفق معاك، يعني اول من طالبت بعدم نقل الدوري السداسي قبل عامين خارج ليبيا. احنا لعب السداسي في ليبيا ولعب النهائيات في ليبيا، ما صار شيء. لكن الان انت كاتحاد كوره اعطيت الفرصه للانديه بحيث ان هي دائما تطالب بالسداسي خارج ليبيا. انت الان لما تلعب السداسي يا مؤيد في ليبيا، اوكي انت قلت عندنا الملاعب، نتفق معك، هل عندك القدره انك انت بدال ضمن الدوري بالجماهير احنا تقدر انك انت تسيطر على الجماهير؟ لا لا، في هذه الوضعيه انا نختلف معك. تفضل. السلطات الامنيه في ليبيا ناجحه، محترفه، متميزه، عندها القدره الكامله. كويس. بشهاده الجماهير. في حوارات سابقة مع وكيل وزارة الداخلية أشاد بالتنظيم وبنجاح الدولة الليبية في تنظيم المسابقة. اليوم أنت تتكلموا على أننا نقيم دوري سداسي خارج ليبيا، معناها تشكيك في هذه القدرات والإمكانيات والطاقات الليبية. مؤيد، أنا مش نختم، مش نعطي فرصة لزملائي مؤيد ونختم. أنا مش قلت لك يا مؤيد قبل عامين والتسجيل موجود، قلت لك يا مؤيد لما نرفع السداسي خارج ليبيا رانا نعطوا في إيحاء. دقيقة مؤيد، نعطوا في إيحاء للاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي ودول الجوار راهي ليبيا غير آمنة. المفروض السداسي يلعب في بلادنا. مرة قلت لك العرس كيف الديره خارج ديارك، هو عرس لك أنت، الديره في بيتك، الديره في محلك. هذا بمعنى أنا نتمنى من رئيس الحكومة السيد عبد الحميد الدبيبة، نتمنى انه هو يصدر قرار ان الدوري السداسي يلعب في ليبيا، وكل جهه تتحمل مسؤوليتها. انا نتفق معك من الناحيه الامنيه، انا متاكد حيتامن بشكل ممتاز. اذا عندنا الملاعب، ممكن العقبه الوحيده حتكون عندنا الفار. احنا ما عندناش الفار في ملعبنا مؤيد. لو يجي الفار في السداسي انا متاكد ان السداسي حيمشي في ليبيا. طيب كابتن ابو بكر،
خلينا نكون واقعيين، احنا الصوره تبدو ضبابيه. اتحاد الكره يجتمع قبل انطلاق اي مسابقه، يصدر نظام مسابقه. المسابقه تتكون من سداسي ذهاب واياب. نقترب من فتره السداسي يتغير السيناريو. هل نقدر نقول ان اتحاد الكره باللغه الدارجه قاعد يزلبح في الجمهور مثلا او الاسره الرياضيه تحديدا؟ شوف، من النواحي التنظيميه دائما احنا فاشلين بكل صراحه، يعني على مر التاريخ دائما نقدر نقول حتى السنوات الاخيره بتحديد اكثر، يعني ما كانش عندنا رزنامه محدده وما كانش عندنا تنظيم، وزي ما نقولوا احنا رؤيه من البدايه يعني توضيحيه للانديه اللي تشارك. هذه موجوده يعني في اغلب المواسم اللي لعبناها. زيد على ذلك واحده من السلبيات، يعني احنا نلعب في 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 دوري ليبي، اجبرت علينا اللعب بمجموعتين حسب الظروف اللي صارت فتره السنوات الاخيره. هالاجبار هذا ما كانش فيه تنظيم جيد يعني من ناحيه المجموعتين، خاصه حتى من النواحي الفنيه، لما تلعب مع فرق تتاهل بثلاثه مقاعد وفرق تتاهل بثلاثه مقاعد دون المزايا، يعني لما نقولوا الترتيب الاول والثاني والثالث بنفس المزايا نقاط، صفر من النقاط، هذه واحده من الحاجات السلبيه. وهذه ما تسبب الشبهات يعني في الاسابيع الاخيره وشفناها في مواسم ماضيه طبعا. هذه واحده من الحاجات، فهذه اكثر من موسم نشوف فيها تتكرر من الناحيه هذه. من ناحيه الملاعب اخي مؤيد، انا نقول لك بصراحه من ناحيه الملاعب اعتقد ان اتحاد الكره ينظر نظره زي ما نقولوا احنا عدم اللعب في ليبيا، ما مش الفكره مش موجوده. شنو السبب كابتن؟ الفكره مش موجوده من جميع الاسباب. اعطيني السبب اللي حاولوا تصديره وكذلك السبب المنطقي او لان الانديه زي ما نقولوا احنا الكبيره، الانديه الكبيره ما توافقلكش انك تلعب في ليبيا من جميع النواحي، من زي ما قال لك عادل، من نواحي عدم الثقه، التعصب، ما عندهمش ثقه في الحكام، نفس الشيء. شو بنقول لك يعني؟ اعتقد ان الدولة بخارج ملعبي بيكون صعوديه بالضبط. فالفكره وين؟ الفكره وين؟ الثقه هي اهم شيء اللي ذكرها عادل. انا من وجهه نظر عادل هذه اتفق معه، الثقه غير موجوده بالنسبه للانديه من ناحيه المباريات ومن ناحيه الترتيب. ايضا في حاجه اخرى ممكن غايبه على بعض الناس، اللعب خارج ليبيا يشوفوا له يعني في مصلحه اتحاد الكوره. واحنا سبق وتكلمنا على المواضيع هذه. علاش مصلحتهم كابتن؟ مصلحتهم من ناحيه السفر، من ناحيه الراحه النفسيه، يشبهوا لها راحه نفسيه. بالعكس، انت لما تخدم على بلادك وتخدم على ملعبك وتخدم على هذاك هو نقول احنا درنا انجاز. فلما تصبح كل عام تلعب خارج الديار تبدا زي الموضه خلاص، يبدا كل عام يتعود عليها والانديه تاخذ راحتها في الموضوع هذا وتقول لك خلاص كل عام نبي نلعب خارج ليبيا. فاعتقد انه من الصعب جدا ان الموسم هذا يكون داخل ليبيا. كابتن بوبكر راحت عليك انت والكابتن سمير ايامات الدوري من الشرق للغرب وفي الحافله كانت اجواء حلوه. اليوم هويه الدوري نقدر نقول ان ممكن احنا راح نفقدوها في ظل الوضعية الحالية. أنا بنسألك سؤال والله استقيتها من الكباتن سواء عادل ولا بوبكر كابتن سمير، نفس السيناريو يتكرر، ما فيش شخص يغير الفلسفة والنظرة العامة، يغير النمط العام والموت البطيء لكرة القدم الليبية؟ هي تحتاج لشخصية قيادية، تحتاج لتخطيط، تحتاج لدراسة عميقة، أيضا أن تكون في تكاتف الجهود سواء كانت الرياضية أو الأمنية في الموضوع هذا. أنت اليوم تتكلم على الدوري السداسي، كيف ما يكونش في ليبيا، أنت اليوم عندك دوري إلى مجموعتين، مش قادر تنظم دوري مجموعة واحدة. صحيح. يعني كيف بتنظم دوري سداسي مادام أنت مش قادر تنظم دوري مجموعة واحدة؟ لأنك أنت بس 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 كابتن سمير اعذرني للمقاطعة، في فترة الراحة جمال الجعفري نظمنا دوري رباعي، في فترة الأستاذ أنور الطشاني نظمنا كذلك دوري خماسي، تفكر فيه دوري خماسي خماسي. وكان على مستوى ليبيا شرق في الملاعب الليبية ولعبت في الملاعب الخماسي تقريبا موسمين هنا. خماسي موسمين. يعني الإشكالية استمرت مع الأشخاص، اليوم الوضعية الحالية استمرت مع الأشخاص، يعني الأشخاص الحاليين لهم ما يقارب على 9 سنوات، والتسع سنوات هذه
مشينا لقصه السفر اللي يقول عليها الكابتن ابو بكر. اليوم تقصد ان هي اصبحت سنه مؤكده؟ ايوه هذه هي، هذه احسن مثال. هذا هو فعلا الان انت بتغير السنه هذه في يوم وليله. اها صعب شوي. انت تحتاج الى عده عوامل باش تغيرها. قلت لك انا تحتاج لشخصيه قياديه، تحتاج الى تغيير منظومه كره القدم بالكامل، فهمت؟ بحيث انها توضع دراسه حتى للدوري العام. الدوري العام لو انك انت تقدر تديرها مجموعه واحده، تعرف شنو الصعوبه في الدوري العام حاليا اللي ما يندرش مجموعه واحده؟ هي التنقلات. انت كاتحاد كوره او كدوله تبي تنجح الدوري، تقدر تتعاقد مع شركات طيران، تتعاقد مع فنادق. لان راهو شوف، احنا جربنا وكنا وعشنا كمنصب اداري في على سبيل المثال في نادي الاولمبي، يعني لما نجي نشوف لرحله في مباراه لمباراه كره قدم واحده تكلف في 55 و50 الف، يعني عبء على النادي مهما كان، فهمت؟ هذا السبب اللي خلى الأندية ترحب إن هي تكون مجموعتين، يعني مجموعة في المنطقة الشرقية ومجموعة في المنطقة الغربية، بحيث تكون التكاليف أقل، حتى التنقلات تكون أخف. ولكن إنك أنت باش تنظم مجموعة واحدة تحتاج تكاتف جهود، تحتاج إنك أنت تعيد النظر في الدوري من الأساس. ما تجيش أنت في نهاية وتقول أنا اليوم نبي ندير دوري سداسي مثلا في ليبيا، وبديره في ليبيا. جاوب على السؤال هذا انت مويد. عندنا ملاعب، عندنا ملاعب. ما عندناش مويد. لا سمح لي بس مويد، معلش معلش لحظه. تو احنا كنا نتكلموا على خماسي ورباعي اقيم. يعني تخيل ان في فتره الرباعي والسداسي، نفكر في خماسي فتره انور الطشاني، كان في ترهونه وكان في البيض. لحظه بس، ملعب نادي الاخضر. استغرق ملعب ترهونه. هل انت الان ملعب ترهونه في 2014 او 2015 نفس الملعب؟ استهلك. هل عندنا المحافظه على الملاعب احنا؟ الصيانه الدائمه سمير. هل عندنا الصيانه الدوريه اللي تكلموا عليها احنا الملاعب؟ شوف انت اليوم تفتح ملعب طرابلس بمواصفات، وكذلك الشهر المقبل ملعب الوادي الكبير. تمام. اذا اليوم نقطه مهمه تطرق لها عادل، اللي هي الفار، لان تو الان الشكوك تحوم حول التحكيم في ليبيا. ولاحظنا حتى في الدوري العام، يعني فيه عده اخطاء من الحكام. انا ما نبيش ندخل في اطار الراي. انت تو تكلمت على جوانب الكابتن سمير، جوانب انا نشوفها اقتصاديه فعلا. عم تتكلموا عن التنقلات، كل الجوانب. نتكلموا عن التنقلات ونتكلموا عن الامور هذه. اليوم القيمه اللي تدفع ثمن السداسي قيمه كبيره جدا جدا. يعني انا لماذا ما نشجعش الشركات الوطنيه على صعيد المواصلات، الطيران؟ صحيح. تحديدا الفنادق، وكذلك نستاجر فار، بدلا ما انا نجيب ان نصدر في العمله الصعبه رقم واحد تخرج خارج ليبيا. العالم كله ريتها كيف؟ العالم كله يستجلب. اعطيها لي كابتن سمير، الوضعيه هذه اقتصاديه. انت اليوم جيت تناولتها اقتصاديه. انت اليوم كنت تتناول فيها من جهه الملاعب ومن جهه التنظيم. اليوم حاليا تو انت اجبرتني كابتن سمير لانك اعطيتني معطيات ماديه. اعطيتك معطيات ماديه طبيعي. ليش؟ قلت لك من البدايه انا لازم يكون من الاساس الدوري من البدايه. صح. قبل تنطلق في الدوري، راهو الدوريات اللي تنحط فيها اللوائح والقوانين قبل ينطلق. وهذا المشكله في ليبيا، بس تغير اللوائح والقوانين اثناء سير الدوري. حتى الانديه، معلش معلش سمير، حتى الانديه اللي توصل، الانديه اللي متعوده توصل دون استثناء، الانديه الكبيره كلها اللي متعوده توصل للسداسي، حتى هي مساهمه. راح نقول لك ليش. ينظروها من نظره ماديه. هذا لما تاخذ 3 مليون ونص ولا 3 مليون ولا 2 مليون ونص، يشبح لها بالنظرة هذه. لما تطلع تلعب خارج ليبيا تستفيد المبلغ هذا، لكن في ليبيا مش حيعطوك المبلغ هذا الدولة ولا وزارة الرياضة. فأعتقد أن حتى الأندية مساهمة في الناحية هذه، والأندية تعرف أن هي عندها ثقل يعني في الموضوع. طيب لا، في حاجة ثانية. أنت لما أنا مش لأنني مثلا أن مع إقامة الدوري دائما خارج سداسي خارج ليبيا، أنا أعتبرها نقطة سلبية حتى أجبرنا عليها، لكن نقطة سلبية. ولكن أنت لاحظ حتى الدوري، وممكن كان للقناة في سنوات إن هي تنقل في الدوري العام، فهمت؟ يعني عادل لو الشباب ممكن معايا يدوني في الكلام، حتى الناحية الفنية والجوانب الفنية تغيرت في الدوري السداسي. تقدر تقول مش نفس الفرق اللي تلعب في الدوري. شو الأسباب؟ ملاعب. ملاعب. طيب. الآن 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 في الدوري اللي موجود حاليا عندك ملاعب غير صالحة للعب ومعتمدة في الدوري. صح. طيب. صح. كابتن رمزي، الحكاية فيها بلد فلوس واستمرار في الوضعية الحالية، كيف تشوف لمنظور إقامة السداسي في ليبيا أو خارج ليبيا؟
شوف يا مؤيد اعطيني من الاخير يا رب. من الاخير نعطيك من تحت، نعطيك من تحت التراب. مشكله الاتحاد الكوره يا مؤيد كل سنه نفس الاخطاء ونفس المشاكل. انا ضد الـ ضد انه يلتعب السداسي في 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 ليبيا، لان ما عندناش مقومات، يا ما عندناش مقومات يا مؤيد الملاعب، وعندنا ما عندناش يا بطل، صح صح، لا عندنا فار، لا عندنا سماعات، لا عندنا، نحن البخاخه نتاع الحكام ما عندناش. وكان بيديروا في السداسي في ليبيا يا مؤيد حصير كارثه والله، انا متاكد 200%، لان شفنا تجاوزات يا مؤيد وشفنا كوارث من ناحيه التحكيم ومن جميع النواحي. تو حتى عند امس نتفرج على مباراه الهلال مع مروج، مع المروج لاعب عز المرمي كوره مش 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 مصايب، ماهيش تسلل اصلا، عطى تسلل. هذه تخايل، هذه يا مؤيد صارت في السداسي وبين فريقين كبار عندهم قاعده جماهيريه كبيره، تصير رقبه يا مؤيد، خذ كلها مشهور والله العظيم. فنحن انا ضد السداسي زي ما قلت لك، راهو ان يلتع في ليبيا، لان زي ما قلت لك نحن ما عندناش مقومات. وثاني حاجه، نحن يا رجل انا ضد السداسي، كلمه سداسي مفروض راهو كل سنه دير رباعي، دير مثلا دير مجموعتين، دير الرباعي فريقين المنطقه الشرقيه وفريقين ما باش يرضوا، ترضي عارف يعني الثاني تخش والله يعني. لا ترضي الانديه، مضبوط مضبوط، الثاني تخش الثالث صح، عارفه ما يخشش الثاني صح مضبوط. انا اعتبر الثاني ديما الاول والثاني محجوزين، فهمت؟ معناها للفرق الكبيره مثلا لما تجي بترشح منهم من طرابلس مثلا، بتقول دائما الاتحاد ولاية طرابلس في الرباعي، لا بنغازي والنصر، هذا منطق الكوره يقول هيك بشكل عام نتكلموا. من يوم قامت الكوره ونحن نعرفوها ديما نقولوا شنو الاتحاد ولاية طرابلس لا بنغازي، بس اليوم المعادله اختلفت. دغ نكمل لك شوي مي هنا، باش نرجع الكلمه لرمزي هنا، في فرق تبي تدخل حتى هي تبي صح. تشارك، تبي مشاركه افريقيه، كيف نرضوها؟ نديروا سداسي، وممكن العام الجاي ممكن يولي تماني، انا متاكد في طردي حيديروا حتى تماني العام الجاي، يقول لك 4-4 باش يرضوا ونلعبوا تماني. ايه فعلا صح. طيب مضبوط. كمل هيا رمزي. فزي ما تو عادي خذ الكلمه نتاعي، يدور دارين السداسي باش يرضوا انديه على انديه اخرى. ما هو السداسي مصاريف وتتحمل عبء الدوله ويعني فنيا اعتقد ان ممكن التحسن النسبي في الوضع الفني اللي هو وضعيه الملاعب اللي تعتبر افضل حاله الملاعب المحليه. يا مؤيد لو في عندك اتحاد كوره وعندك مكتب تنفيذي راهو داره رباعي. ثاني حاجه راهو يحسبوا فيها من حتى اللي تحكي عليه انت كلام، يحسبوا فيها من الناحيه الماديه، الاستفاده يا الاستفاده دعم والدعم معقوله فيه مزايا نعم. تقصد رباعي يعني اكس يعني اكس يعني اختصاري فنيا ماهيش ناجحه يعني. مقص بالعكس ليش؟ لا معني من وجهه نظري طبعا نعم. ليش؟ انت تلعب في مجموعه، طبعا نقول المجموعه الاولى يطلع اول وثاني. لحظه بس رمزي، المجموعه الاولى فيها 10 فرق، يعني بتلعب 9 مباريات ذهاب و9 مباريات اياب، هذول 18 مباراه وزيدهم الفريق اللي بيلعب مع الفريق هذوكم اللي طلعوا من الرباعي خلاص لعبوا 18 مباراه، والعدد بتاع 18 مباراه في على مستوى الدوريات العالم كله ما فيش ما فيش اقل شيء 30 مباراه. ممكن فرق الخليج والانديه الخليج على مستواها اقل، دورياتها اقل، تلعب في 18 مباراه و20 مباراه على مستوى على مستوى، لكن الانديه العالم كله يلعب 40 مباراه 35 مباراه. هذا في العالم يا بكر، هذا تحكي العالم برضه. هي كلام رمزي صحيح، لكن في حاله المفروض داره رباعي. انا هيك وجهه نظري انه هو رباعي يا بكر. اثنين منطقه شرقيه الاول والثاني منطقه شرقيه، واثنين منطقه غربيه، ويديروا نظام الاكس ويتحدد الموضوع هذا قبل الدوري. ان راهو نظام رباعي، ومثلا الرباعي يلتعب مثلا في سرت، يلتعب في سبها، تحدد الموضوع هذا قبل ما يبدا الدوري. فرد محايده فرد محايده صحيح. طيب بدايه هذه الرزنامه نحن تنتهي البطوله، تنتهي البطوله تقول ذهب وياب، تقول لا لا ذهب مرحله واحده، هذه تحدد انت اللي كانش. طيب خلينا نسمع سمير شنو بتقول. انت شنو الغايه والغرض من اقامه الدوري؟ الارتقاء بالمستوى الفني للاعب. ليش الارتقاء بالمستوى؟ بحيث انه يكون عندنا منتخب يضاهي المنتخبات الافريقيه. هل اللاعبين الان في مباريات الدوري قديش عندهم مباراة؟ 18 و20. هل ترتقي بالمستوى؟ والله ما هو احنا بنرجعوا لي حتى نظام، اسمعني خليني اقول لك كلمة واحدة بس، حتى نظام مجموعتين. اليوم بعد ما انت اقمت الدوري وانطلقت في الدوري ووضعت اللوائح وقوانينه وانت تجهز لدوري سداسي خارج ليبيا، يجي اليوم بتقول والله احنا بندير دوري سداسي في ليبيا؟ لا صعب. لا 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 خليني نكمل. انا نتعامل مع السداسي بمنظور لوائح وقوانين، هذا نظام مسابقه. سمير مره مش عارف داروا الدوري قريب 29 و28 فريق، تتذكر مجموعه واحده
دوري مجموعه واحده اربعه مجموعه اربع مجموعه واحده لا مجموعه واحده نذكر مجموعه واحده قريب ب 25 ولا 24 نذكرها ما كتبتش هذه مستحيل تجي تو نقول لك المهم باي داروا مجموعه واحده والفريق اللي يركب عاش ينزل حتى هي فتره ما ربحناش الشاد ولعبنا هدبه مباراه لا عاد لا فهمت غلط انت عادي المستوى بتاعنا هو هو نفس الليبي ونفس اللعب ونفس المستوى وما كان تلعب 500 مباراه في العام فهمت غلط في الموضوع انت ما دام مجموعتين ما لكش على فهم ما دام مجموعتين نحكيك عدد مباريات نتفق معاك ديما نقولوا عدد مباريات مهمه للاعب انت المشكله ما عندكش فريق يا ابو بكر يلعب مثال 10 او 5 مباريات على التوالي بنفس التشكيل وبنفس الاداء وبنفس التصاعد اليوم تلقى 7 اساسيين وضو تقام في التريبون تلقى مجموعه جديده ليبيا والكره الليبيه والدوري الليبي والدوري الليبي العدد المثالي والدوري المثالي 16 الفريق زي زمان من بديره هذا كله من بديره من بغير تو يا مويه هذا هو الامور الفنيه تطور هيك تفضل 16 فريق قلت لي خلينا قلت لي مجموعه واحده قلت لي خلينا ناخذ وجهه نظرك وما خليتنيش حتى نكمل باهي تفضل تفضل لا قصر قصر كمان لا انت اللي قصيت شباب انت اول شيء لما تبي تنظم دوري كامل ودوري من مثلا تكلمنا عليه من مجموعه واحده ودوري قوي ودوري فيه تنقلات تسهل التنقلات على حتى على الأندية من ناحية المصاريف كنا بناخذوها نشوفها من ناحية الاقتصادية تكلمنا في السابق في منذ فترة وقلنا كيف تكون ولكن أنت الآن تعال جهز لي ملاعب على مستوى عالي بتقنيات الفار بكل التقنيات اللي موجودة في العالم اليوم بحيث أن أي فريق يلعب مباراة في أي مدينة كانت يحس نفسه أنه ما نظلمش تحكيميا كويس أنت هيك تقضي عليه أصبحت مسألة ثقة بين الأندية والحكام بين الأندية واتحاد الكرة الثقة اللي موجودة اللي هي اللي مفروض تكون موجودة أصبحت غير موجودة الآن في الدوري طيب رأو أنت أي قرار تبي تديره بتلقى ليك معارضين فيه كويس كابتن سمير شن تفسر وجهة نظر قالها تو أو كابتن عادل وجهة نظر قالها الكابتن سمير تتمثل في أن أنت لابد ما تحسن من وضعية الملاعب وتسعى لوجود تقنية فار بينما نسمع ونرى بين الحين والآخر أن هناك مسائل إقامة سداسي في دول لا تملك فار من بينهم مثلا الجزائر شوف جاي لا تملك فار الجزائر مويد خلينا نقول الكلمة وهذه النقطة المهمة قوة اتحاد الكرة وقوة الدولة هذه قبل ما نفكروا في الفار وقبل ما نفكروا في أي شيء ولا في ملاعب لو تقولهم غضوة الدولة ألعبوا حيلعبوا صح عليك ركز معي لو الدولة غضوة تطلع قرار تقول ممنوع السداسي خارج ليبيا وهذه الملاعب بتلعبوا باهي ما كنتش لاعبين استريحوا الدوله معناها تساهم في اوقات سابقه في هذه الوضعيه اكيد انت مثال ابنك اليوم يقولك نبي الحاجه هذه تسايره غضوه غضوه تزيد طلباتها في بعض الاحيان تقول استوب خلاص خديت هذه انتهيت ثاني حتى انت لما تقول نبي الدعم يا سلام نبي نلعب السداسي برا يا سلام نبي الفار يا سلام نبي طائرات خاصه يا سلام كثره الطلبات لكن لما تجي زي فتره الثمانينات والتسعينات زمان تلعب باهي ما تبيش ارتاح كلها تلعب لعبنا في سبها لعبنا في مع احترامي لعبنا في بيضة في طبرق في شحات في جميع الملاعب مشينا لعبنا ولا في فار ولا في طائرات خاصة ولا في تنقلات وحكام ليبي الدور الرباعي لعبت في دياب وياب بين ملعب بنغازي وطرابلس في بعض الأحيان لعبة بين البيضة وبين طرابلس وهكذا كلها لعبت أنا أهم شيء حاجة واحدة مويد وديما نقول فيها الأمن رقم واحد وأنا متأكد المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية أصبح الأمن ممتاز للأمانة وما شفتش الحمد لله لليوم إن مباراة صار فيها مثلا اختراق ولا صار فيها زي ما صار في دول هو أخرى هو شوف كابتن عادل إحنا كيف نبغوا نساعدوا دولتنا وكيف نبغوا نساعدوا حتى الأجهزة الأمنية يعني إحنا نقدروا نخلقوا تنافس في هذه الأجهزة الأمنية بحيث إن كل منطقة ومدينة تطلع جهاتها الأمنية وغيرها بشكل مميز وشفنا عليه بصراحة يعني كابتن عادل أنت ديما تستذكر في واقعة أمتى نلعب مباريات الديربي ما نشوفوش فيها خروقات ما فيهاش مباراة بوسليم العام الماضي ومباريات في ملعب بوسليم في ملعب الديربي شفنا التنظيم الأمني على مستوى عالي دقيقة لحظة قبل الديربي الديربي قبل رفعوا لعبة في طبرق الديربي ولعبة في مصراتة ولعبة في العجلات يرفعوا فيه الديربي زمان خوفا من الناحية الأمنية خوف من الجماهير وتتفاعل وتصير مشاكل يرفعوا فيه بعيد بالعكس شفنا الديربي لعب في بوسليم شفنا الديربي لعب في ملعب طرابلس إذا شفنا ديربي بنغازي سامحني ديربي طرابلس شفنا ديربي بنغازي لعب في ملعب بنينة ما صارتش مشاكل شو مساك اعطيني مشاكل صارت اعطيني ديربي في طرابلس وديربي في بنغازي في الديربيات ما تخافش بشويه إذا نكمل فكرتي سمير هني إذا اتحاد الكورة ما عندكش عذر إذا كانوا الديربيات لعبت في ليبيا كيف أنت مثلا تخاف الاتحاد بيلعب مع الهلال والله لا طرابلس بيلعب مع الأخضر تخاف منها لا ما تخافش منها الموسم اللي قبل الماضي الرباعي تكلمت عليه يا مؤيد
الاهلي طرابلس لعب مع اخضر البيضاء في ملعب بنينه، صح ولا غلط؟ صحيح. تفوق الاهلي طرابلس، مشى للنهائي. الاتحاد لعب مع السويحلي في مصراته، تفوق الاتحاد مشى للنهائي، واللعب النهائي لعبه في ملعب طرابلس، وبمن بحمايه امنيه في الامن في طرابلس. ما شفناش مشاكل. وكان في مشهد مميز اللي هو لاعبي الاهلي طرابلس والاتحاد شادين ايديهم بيدين بعض وخاشين الملعب. بعتوا رساله للجماهير لا للتعصب. اخيرا مؤيد باش نختم، انا نجي مثلا الاهلي طرابلس مثال والاهلي بنغازي مثال، تلعب مثال في ملعب شحاته وتلعب في ملعب البيضاء، وبالعكس مثال النصر والاتحاد تلعب مثال في الجميل، وهكذا بدون جمهور وتلعب المباراه وحمايه، معناها تعليمات صارمه ما يدخلوش الا الفريقين واداري الفريقين والطاقم التحكيم والاسعاف فقط. انا متاكد حينتهي الدوري يا مؤيد في امن وامان، وحينتهي بمباريات زي ما نبوا احنا. طيب. لكن انا نقعد ندور في عذر ونتكلم، ما عنديش ملاعب، ما عنديش فار، ما عنديش كذا، يبوا الدعم ويبوا تونس ويبوا الجزائر ويبوا المغرب ومن حقهم. هم يبوا برا. والله لو الدوله تبي تنجح الدوري في ليبيا تقدر تنجحه. قلت لك بالقانون وبالامن تقدر تنجحه. باي بالله كابتن ابو بكر، انت رجل فني، نبي نسالك يعني بصراحه، امتى انقرروا دوري من ذهاب واياب؟ شنو معناها سداسي؟ معناها 10 جولات نخلوا فيه في كل موسم 5 جولات. يعني الخساره مش هنا تمشي للاعب والمدرب وتمشينا حتى احنا من ناحيه الفرجه. العام اللي فات نعرف، وانت كنت حاضر في العام اللي فات وكنت موجود مساعد مدرب مع نادي بوسليم ونعرف اللي صاير. كان في اجتماع في فرق الدوري السداسي، لو التعب برا ليبيا بيلعب بجوله واحده بذهاب فقط، ولو التعب في ليبيا ووافقت الانديه الفلوس ما يسدوش، هي تعب ذهاب واياب، الانديه وافقت كلها عليه برا، فهني الانديه حتى هي مساهمه في مرات بيصير هلبة مصروف. هي هي, هي هي لما تقول لما اذا ابو بكر معناها رجعت لعدم الثقه بين الانديه واتحاد الكره. بالضبط، كنت من البدايه عادل، كنت من البدايه ما فيش ثقه. اتفق مع عادل في ناحيه الثقه، راهو الانديه ما عندهاش ثقه بحد، لا عندها ثقه باتحاد كره، لا عندها ثقه برجال الامن، ولا عندها ثقه بالحكام، يعني كل فريق يشبح في روحه مظلوم. هذا اللي صاير تو في الكره الليبيه، يعني هذا لازم يتعالج تو، الدوله لازم توقف فيه الموضوع. هو تو الموسم هذا حيمشي ابو بكر، الديربي الجاي الاتحاد والاهلي طرابلس، هو بيلعب في ملعب النهر، ملعب نهر يلعب الذهاب لعبه في بوسليم، الاياب حيلعب في النهر، شوف الامن ولا ما، ديربي بنغازي هو بيلعب في بنينه، النصر الاهلي بنغازي، شوف الامن ولا ما. اذا ما دامك انت لعبت اقوى المباريات في بنغازي وطرابلس، اليوم تجيني تقولي في بعض المباريات تقولي لا ما قدرتش نلعبها في طرابلس وبنغازي، لا العب في امن في حمايه. الفار والله نشوفه، كان جبنا فار باهي ما جبناش، نتوكلوا على الله ونلعبوا زي توا. وعلى فكره لا لا عبد الحميد بكر، بكر راهو اللعب في الدوري راهو يختلف عن اللعب في السداسي، راهو مريت حساسه في السداسي راهو. نعم ما قلت لك شيء. اكيد اكيد هو هو, هو انا اللي نشوف فيه رمزي كل مباريات حساسه بصراحه. لا السداسي يختلف، كل جوله نشعر بان كل مباريات حساسه. هو السداسي يختلف اكيد اكيد، تتويج عاد اكيد، وكل مباراه بحساباتها وكل نقطه بحساباتها تعتيه، تختلف. تعرف واحده من اسباب الاختلاف هي تضييق الخناق على الأندية بخمسة جولات. أنا متأكد أي مدرب لو تسأل تقول له خمسة ولا عشرة يقول لك عشرة، لأن أنت يخسر يعوض. يا مؤيد مازال في قصفها توا، يا رمزي رمزي مازال توا يترشحن الفرق الثلاثة من المنطقة الشرقية وثلاثة من المنطقة الغربية، القصة توا السداسي وين حيجي؟ هذه المشكلة توا، هذا الموضوع حن. صحيح. شنو المشكلة يا رمزي؟ أعطيني المشكلة. الأندية اسمعني، اللي صاير الأندية أقوى من اتحاد الكرة في النفوذ في اي حاجه، اللي يبغوا الانديه هو اللي يصير مش اتحاد الكوره، اللي يبغوا الانديه اللي يجتمعوا مثلا اي تصويت معين تقول قاعدين في مؤتمر الشعب العام يرفعوا يدين، والله اللي اكثر هم التصويت هم اللي ياخذوا كلام، هم اللي حدوا الانديه هم يعني اللي يعني يعني تتوقع يصير اختلاف في التصويت خصوصا في وضعيه هل يقام الدوري في ليبيا؟ انا قلت لك توي مؤيد، انا اقول لك توي ما تقولش رمزي سحار باه بعد يطلعوا ثلاثه هنا وثلاثه هنا حيجتمعوا. ايوه اللي اكثر تصويت هو اللي اصلا منطقه شرقيه يبوا في مصر، ومنطقه غربيه مش عارفون يبوا، هنا يصير تضرب يا مؤيد، هنا قصه هنا كلها ثقه مثلا ثقه. طيب كباتن نختم في هذا الاطار تحديدا ملف السداسي، وانا والله عندي سؤال نبي نسالوه. حيكون ان شاء الله حيكون حيكون خارج ليبيا نتوقع. احنا عادل شو فيكنا؟ لا كان نقول لك 80% عادل 80% الجزائر 20% مصر. لمن نبنوا فيه ملعب طرابلس؟ لا الموسم الجاي على اساس تو الموسم الجاي يا مؤيد تضمن لي الموسم الجاي ما فيش سداسي خارج ليبيا؟ يا مؤيد كابتن كل شيء يبنى من الاساس يا مؤيد، برنامجك من البدايه من الدوري من بدايه الدوري تكون عندك البرنامج كامل انك انت تبي تلعب في ليبيا ولا بخارج ليبيا. ثاني حاجه وفر الملاعب
الملعب وهنا الايام يعني ملعب طرابلس ان شاء الله تكون بدايه خير لتوفير ملاعب صالحه للعب وملاعب عندها. في جزئيه واحده سمحني، في لو لعب السداسي في ليبيا لما قلنا خطر اتحاد الكوره هو السداسي، لو رباعي كان افضل، لماذا حتصير فيه من ناحيه السفر فريق مثلا بنغازي يلعب في طرابلس او العكس؟ معناها لما بيسافر وبيلعب وبيرجع في الطياره ثاني يوم، معناها مباراه جايه مباراه مهمه، قداش تعطي راحه تعب مهمه صح. هنا يجيك بعد الفريق اللي لعب في طرابلس مشى لبنغازي لعبها في البيضه، رجع لطرابلس بيلعب مباراه مهمه، قداش تعطي راحه؟ هنا ممكن الدوري لو انتبهوا 25 يوم حتى مو في شهرين صح. انا متاكد طيب. يعني كابتن سمير شنو تتوقع وجهه نظر الدوله في هذا الاطار؟ شفنا تجارب سابقه كيف تدار الامور، شنو تتوقع وجهه نظر الدوله اللي قامت بإبراز الجهات الأمنية بصورة إيجابية خصوصا في ظل وجود دوري بجمهور؟ هل تكمل الخطوة بخطوة تعود عليها كمزايا بالنسبة للحكومات، أم تشوف أن الموضوع مرهون في يد الأندية؟ شوف أنا إحنا بنذكر نتكلم بالنسبة للناحية الأمنية، راو لو في عزم أن تأمن المباراة تتأمن تمام باهي، لكن المشكلة وين ترى؟ قلناك مسألة الثقة اللي هي موجودة بين الأندية وبين اتحاد الكورة، هذه هي الاشكاليه. طيب كويس، ثاني شيء انا ما هو هذه يا مؤيد في حاجه لازم تفهمها يا كابتن سمير، بنرجعوا لنقطه قالها عادل، في عدم ثقه بين الانديه واتحاد الكوره، واعتقد ان امتداد ذلك حتى بين الجمهور والشعب الليبي، اعتقد انه هو مجتمعا ما عندهش ثقه اليوم في المسيرين في اتحاد الكوره، وحتى المسؤول في اتحاد الكوره امتى يمشي في الشارع يدرك انه هو غير مرغوب فيه اليوم في المشهد، هذا امر مفصول. لكن انا امتى نجي نبي ندير سداسي ونقرر خارج ليبيا، تجي الدوله تعطي في موارد ماليه باش يبدي لك الدوله بتخليك تمشي غادي تمد يديك ولا شنو؟ لا لا لا، تقدر الدوله توقف الموارد الماليه وتفرض فلسفه وسياسه معينه نشوفها. تقدر تفرض حتى بدون ما توقف هي تقدر تفرض حتى بدون ما توقف الموارد الماليه ان الدوري يلتعب. معناها الموضوع مشترك بين اتحاد الكوره والانديه وكذلك الحكومه اللي تبي الدوري خارج ليبيا. قال لك اتحاد الكوره هو يبي الدوري يكون خارج ليبيا سداسي. انت لما بتبني تو من الاخير انت لما بتبني الثقه وبتبني على مستوى مدير ملاعب باهي، واللي بيعطيك اللي بي كيف بنقولوا احنا كيف نقولوا فيها يعني اي حد يبي يخلق عذر يقول لا لا ما عندكش عذر. باهي يا كابتن بوبكر، بناء الثقة بناء الثقة باهي كويس. الحكومة اللي تتكلم على مشاريع عودة الحياة وسمت هذا العام عام الملاعب تمام، كيف بنفسروها الملاعب؟ مش عام بتقعد مسكرة الملاعب نعتبر صيانة وكان وكان الحكومة من حقها أن تعطي تطمينات للمواطن كويس. أن السنة هذه في ملعب طرابلس راح يفتتح، في ملعب بنغازي راح يفتتح، حتى نقولوا مثلا في نهايه العام الوادي الكبير قريبا مصراتة. ملعب مصراتة كذلك، في بوادر لانشاء ملاعب اخرى وترميم ملاعب لا اخرى. لا في لا مؤيد معلش في تعرف في نقطه مهمه ممكن تكون غايبه، في ملاعب راه مهجوره يعني مش محتاجه لهلبة صيانه اكيد، زي ملعب الكريميه مثلا، ملعب الزاويه، ملعب الكريميه سواني، ملعب سواني، ملعب اي ملاعب الثانيه اللي في المناطق الشرقيه في المناطق الجنوبية، هذه كلها ملاعب بلديات. طيب راه توفر او تشيل حمل كبير على عاتق اتحاد الكرة من ناحية الملاعب. صحيح. لما تبدا الأرضية صعبة. بكر تعقيب بسيط قبل ما نمشوا الفاصل. أنا التعقيب على الملاعب، بس الملاعب أنا قلت إن هم ممكن الفترة هذه فترة الملاعب وسنة الملاعب، ما نختلفش معك، الصيانة هذه لازم دورية، لكن مرة تطرقنا لها في أحد من الحلقات أنا وعادل تكلمنا على الموضوع، نبوا حاجة جديدة، نبوا نواكبوا العصر. صحيح. نبوا مشروع يدير 3-4 ملاعب في ليبيا، ملاعب عالميه ان شاء الله، هذا هو اللي نتمنوه ان شاء الله. ساديو ماني هذا ملعب روحه، احنا قاعدين ملعب لينا 50 عام قاعدين نرمموا فيه. صح. طيب خلينا نمشي فاصل قصير ونواصل الحديث في المحور الثاني الذي يتمحور عن التقييم العام للجنه المسابقات في ادارتها لهذه البطوله وكذلك انعكاسات التنظيم وسوء التحكيم. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام والحديث يطول، وننتقل إلى المحور الثاني الذي يتحدث عن لجنة المسابقات و
التنظيم وكذلك الجوانب التحكيمية المتعلقة بهذه المسابقة. كابتن عادل، اليوم نتكلم على مسابقة والدوري الليبي حسب ما يراه بعض النقاد بعض المحللين بأنه أروع دوري في العشرية الأخيرة من ناحية التنظيم من ناحية المستوى الفني. شن تقييمك اليوم لأداء عمل لجنة المسابقات رغم عملها بعيدا عن الأنظار في ظل أي شفافية مطلقة؟ لا كيف كيف أحسن دوري؟ نفس الدوري هو، كيف أحسن دوري؟ فهمتش فيش أحسن دوري؟ ما عرفتش. جبنا الفار، مستوى ارتقي، فرقنا مشت لي في إطارة، يعني اليوم نتكلم عليه كل مجموعة فيها ما يقارب على 5 فرق تنافس على السداسي. حتى الموسم الماضي والموسم اللي قبله 5 فرق و6 فرق تنافس على السداسي. الموسم الماضي كان ابو سليم والاولمبي ينافسوا من يدخل الموسم الماضي كان صحيح بدرجه اقل من يدخل السداسي، من يدخل السداسي. وفي المجموعه الاخرى كان بين الهلال وبين الاخضر من يدخل السداسي. الهلال جاء من بعيد، ما بعدها اثاره، هذه جاء من بعيد معناها كان في قاعه ترتيب مع عوده ودخل السداسي، والاخضر اللي كان قريب من السداسي غادر. هذه اثاره، كانت تتكلم عن اثاره، هذه اثاره كانت تتكلم عن احسن دوري. شيء ثاني كانت تتكلم عليه، ممكن حاجة واحدة تغيرت الدوري صح، ممكن كان عند قناة مشي لقنوات أخرى، عرفت كيف؟ بس هذه الحاجة الوحيدة تغيرت، كان ممكن في قناة نحن الوسط مشي لقنوات أخرى. الشيء هذا أثر على الدوري؟ هذا أثر على الدوري؟ والله المشاهد يحكم، المشاهد يعرف أنه هو أثر. وبدأت عندنا برنامج الفار، كان الحكام رنقول لك تدني مستوى الحكام، كان الفار مداير شوية ضغط على الحكام، يقول لك بعد المباراة حنتحاسب، حيحطوا لي مثلا اخطائي على الشاشه. الان ما عادش من يحاسب الحكم، يصفر المباراه، يركب سيارته ويروح، وانتهى الموضوع. للمباراه الجايه ينسى ما حدث في المباراه الماضيه. البقيه شنو الدوري فاش ما عرفش شنو مستوانا. والله بالك انت اللي نتاع اللحظه هذاك اللي قال الدوري الليبي قال يصنع الدوري الانجليزي، ممكن صاحبنا قري هديه قال فعلا الدوري الليبي يتطور. لا ما تطورش الدوري. والله في من يرى ان عادل الخمسي اليوم مبالغ في النظره اللي فيها نوع من الجوانب النقدية حول المسابقة. لا يعني مريح. يعني نعطي لك مثال، اليوم الرزنامة مستمرة وما فيش توقفات. نعطيك هنا ثلاث دوريات، ثلاث دوريات نشوف فيهم ممكن هم الأفضل في المواسم الأخيرة. دوري ممكن 2015 بوكر قام الاهلي طرابلس 14 و16. انا تفكر فيها، انا كنت مدير كوره فتره هذيك، استقلت قبل الخماسي 13 14 برافو. اللي قام الاهلي طرابلس رباعي خماسي، الدوري الخماسي خماسي 16 مو هذاك اللي في مدير كوره. على العموم اللي قام الاهلي طرابلس البطوله كويس. هنا نشوف مؤيد، هذاك مش دوري في الشتاره، دوري قوي، كان دوري قوي من افضل الدوريات. وكان على فكره كانوا المجموعتين خليط، راهو من بنغازي وطرابلس، ما كانش راهو مجموعه طرابلس مجموعه بنغازي، لا كان خليط. تذكر المدينه معانا الاخضر ومعانا خليج سرت ومعانا النصر والهلال من بنغازي، معانا في مجموعه المدينه وفي مجموعه الاهلي طرابلس. هنا الاثاره، هنا الدوري، وطلع دوري ممتاز وتحصل على البطوله الاهلي طرابلس. نجي للبطوله الثانيه اللي قامها النصر، الكل كانت تقول الاتحاد والاهلي بنغازي والاهلي طرابلس اقرب للبطوله، في لحظه كان الاهلي طرابلس اقرب للبطوله، جاء بعدها الاهلي بنغازي كان اقرب، فاز النصر على الاهلي بنغازي ومشى النصر خذ البطوله في 2018. حتى هذه اثاره ما بعد صح ولا لا؟ نجي نتكلموا على البطوله اللي خذها الاتحاد، اثاره، مباراه فاصله بينه وبين الاهلي طرابلس، ديربي، انتهت بركلات الجزاء، المباراه انتهت اصفار، مشت بركلات الجزاء، يقولها ركلات الحظ الترجيحيه، هذه الاثاره. هنا قوه الدوري مؤيد، لكن تجيني هذا الموسم، ما احترامي راه مش ضدني، لكن تقول لي في اثاره وفي قوه، والاثاره والقوه. انا قلت لك المباريات نتفرج عليها مؤيد، والله في بعض الاحيان تشعر ومن المباراه معناها نتمنوا نشوفوا لمحات فنيه، نشوفوا سرعه، نقول شنو يدربوا، معناها المدربين شنو يدربوا واللاعبين شنو يدربوا. بس 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 نعطيك شيء فيه جانب من الاثاره اللي هي سقوط الفرق الكبرى. مثلا اعطيني مثلا تعثرات شفناها لفريق الاتحاد، تعثرات شفناها للبنغازي، الانوار يقصد يعني عادي تصير ديما شفنا عاديه بالعكس. لا طرابلس يخسر عادي، يخسر من زمان، يخسر قدام فرق مثلا حتى قبل، يخسر مثلا مع المحله، يخسر مع الهلال، لكن يجيب بطوله. الاتحاد يخسر مثلا مع الشباب، يخسر زمان مع رفيق ويجيب بطوله. الاهلي بنغازي كذلك، النصر كذلك، يعني مش مشكله خسر الاهلي طرابلس، خسر الاهلي بنغازي، لكن في الاخير معناها العبره بالخواتيم، من اللي تلقى في النهايه؟ تلقى الفرق هذه مؤيد. انا عندي وجهه نظر ثانيه من ناحيه، خلينا نسمع وجهه نظرك كابتن. المواسم الماضيه ما كانش في جمهور،
هذه لازم تذكرها. صحيح. الموسم هذا بالجمهور ونعرف قيمه الجمهور في تواجد المباريات الكبيره بالذات، يعني سواء في ملعب بنينه او ملعب النهر. يعني الاثاره اللي صارت اللي شفناها في الموسم هذا بكل صراحه صارت من بعض المباريات، مش نقول كل المباريات زي ما قالك عادل، في مباريات فيهم ملل ما تقدرش حتى تحلل عليها المباراه. انا يعني نقول لك حتى باسم المباريات اللي كانت فيها اثاره بكل صراحه، يعني مباراه النصر والاخضر الاهلي بنغازي والاخضر، النصر الاخضر والهلال في البيضاء، النصر والهلال في بنغازي، الاهلي والمدينه، الاتحاد والمدينه، هذوما المباريات اللي كان في اثاره. الاهلي بنغازي والانوار، الاهلي بنغازي والانوار، فهي شنو في كل موسم نشوفه اثاره، ولكن ما ننسوش ان الجمهور كان له دور كبير يعني في الاثاره، خاصه في ملعب بنينه وملعب النهر. صحيح. فاعتقد ان المواسم الماضيه كانت من غير جمهور تختلف. ملعب جمهور فل سكر. شوف يعني احنا كنا لاعبين وحاسين بها. احنا ايوه قالك ابو بكر، راه في فرق بين مباراه تبدا من غير جمهور فيها ملل حتى للاعب نفسه. ملل ملل ملل. بينما تكون في حماس وجماهير وفي في رتم بيزيد، حتى اللاعب بيزيد في عطاء داخل الملعب. ولكن زي ما قلت لك يعني في البدايه، انا راه انك انت باش توصل لدوري مثير ودوري فعلا اللي ياخذ بطوله، يقول اللي ياخذ بطوله دوري المجموعه الواحده. طيب صح كويس. أما بينا كابتن رمزي، تقييمك للمسابقة من جميع الجوانب، وشن يعكر صفو هذه المسابقة؟ شوف مؤيد، والله كما شادوا الكباتن، نحن لا عندنا لا ملاعب ولا عندنا تصوير ولا عندنا يعني نقولوا في بعض المباريات، بس ان اللي شفنا فيه الإثارة وشفنا فيه المتعة وشفنا فيه الأهداف. حتى نحن مؤيد مرات نقدر نتفرجوا بحكم ان علي برنامج ملعب الوسط، باش الواحد يحكي حاجه اثنين تفرج على مباراه يا مؤيد ما تعرفش تقول فين. والله يعني تقدر تراجع في لقطه، تختار لقطتين ثلاثه، لقطتين ثلاثه وتبني عليهم كلام، وباش تدوي على حاجه اثنين في برنامج الملعب الوسط. فحتى جوده اللاعبين يا مؤيد مش كيف الجوده الاولى، مع احترامي يعني، لا في بعض اللاعبين المميزين اللي بنين علينا واللي مستواهم ثابت حتى في الفرق، تلقى يعطيك مباراه كويسه ويدي لك مباراه كويسه، وبعد المباراه اللي بعدها ما تشوفش الاداء اللي كيف كان يلعب فيه من قبل، حتى من جميع النواحي، حتى من ناحيه التصوير وزي ما قلت لك من ناحيه الفرجه والمتعه والاهداف. فبغض النظر عن بعض المباريات، عرفتوا رمزي شنو المشكله في التصوير ترى؟ التصوير ما يا 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 انك تتفرج ما تغبش عندي الصوره. تعرف ايش الاسباب ولا؟ الملاعب خلاص ما جينا قلت لك عندنا ملاعب، عندنا طبعا الملاعب هي السبب. التصوير الملاعب ولا اداء من بعيد، وتلقى انت مرات تتفرج ينوض واحد من الجمهور يقص لك الحاجه الكويسه. الحاجه الكويسه واللي يعني نقولوا نحن مميزه كما قال بكر هو الجمهور. طيب ما فيش حاجه مميزه. طيب كابتن عادل، اليوم نشوفه في مجموعه من القرارات تصدر من وقت الى اخر من لجنه المسابقات، كيف تشوف لهذه القرارات خصوصا من ناحيه العقوبات والجزاءات؟ ايوه اكيد مؤيد، معناها نشوف في عقوبات مرات تلقاها نفس الخطا وتلقاها العقوبات مختلفه، ما تعرفش يقول لك هذا القانون وهذا اللائحه اللي عندي. اللائحه وضعها بشر يغيرها بشر، مش حاجه كبيره يعني. لا تمثل، ما هيش قران، بشر حط لائحه يجي بشر اخر يغير اللائحه. مثلا وين الاشكاليه يعني؟ اليوم نشوفه في فرض سلطة منع الجماهير. اوكي انا متفق معك. ايه؟ تمنع الجماهير، اخطا الجماهير، عاقب الجماهير ما يدخلش مباراة واثنين، وانا قلتها قبل ما تصير العقوبات. جماهير اخطات، جماهير مثل قالت مثلا الفاظ نبية، مثلا الجماهير رمت القوارير، جماهير رمت الحجارة. اوكي نحرم مباراة بدون لعب، المباراة اللي بعدها مثلا مبارتين وعقوبة مالية، المباراة الثالثة خصم نقطة، بعدها يبدا يكمل مباراته كلها بدون جماهير. نتفق معك، لكن هل انت تطبق في اللوائح بشكل صح؟ الشيء الثاني، انت كلجنه مسابقات لماذا ما غيرتش في اللوائح القديمه اللي لها توا معناها اكل عليها الدهر وشرب؟ قاعدين نمشوا بلوائح لها 30 و40 سنه والعالم تطور، الكره تطور، اذا في عقوبات خرجت اخرى. الان العالم يفكر في البطاقه الزرقاء، معناها بين الحمراء والصفراء بطاقه زرقاء. اذا احنا ضروري حتى احنا ننقحوا القانون بتاعنا، بحيث انت بكر تطرقت مؤيد لي إن كان المفروض يكون اجتماع مثلا الجمعيه العموميه تم الغاء، ممكن هذا تناقشت فيه هذه مثل هذه الاشياء مع لجنه المسابقات. ولو ان لجنه المسابقات هذا الموسم للامانه راهو ماشيه بشكل جيد في تسريع المباريات، راهو لولا التوقف نتاع الشهر الشهر ونص هذا نتاع المنتخب للعب مبارتين وديات مع الكويت ولا ماليزيا ولا اندونيسيا، البقيه راهو برتم ممتاز. عندك ملاحظه توقيت المباريات؟ برافو. النقطه الوحيده اللي نوجهها لرئيس لجنه المسابقات وان شاء الله ياخذ بها،
ان هي يبتعدنا شويه على 4 مباريات في نفس التوقيت. لماذا؟ انت عندك جمعه وسبت واحد واثنين كويس نلعب كل مباراه بحيث الجماهير راهو فيها نيابه نشجع في فريق، لكن نبي نتفرج على الفرق الاخرى. ما تحرمنيش، ما تجيش انت تحطني في زاويه ضيقه وتقولي بالسيف اللي نتفرج على المباراه هذه فقط. طيب ابو بكر، شنو تفسر حديث الكابتن عادل عندما اشار ان اللائحه وضعها انسان صحيح. ويمكن تغييرها، في المقابل اشرنا لنقطه اجتماع الجمعيه العموميه اللي من خلاله من المفترض ان نشوفه نقطه ايجابيه في هذا الاجتماع. الغاء الاجتماع هل هو امر يسعى اتحاد الكره لزرعه وغرسه داخل المجتمع الكروي بحيث انه ما يصيرش نوع من التعديلات؟ هذا يؤكد ان الاتحاد الكره مسيطر على كل شيء، ومسيطر حتى على مواعيد الاجتماعات الجمعيه العموميه. العالم كله يتطور، ابديت، كله ابديت، يعني العوام اللي فاتوا ما كانش فيه جمهور، العام هذا فيه جمهور، يعني لازم تغير لوائح من نواحي الجمهور، من نواحي الحضور، من نواحي العقوبات على الجماهير. نفس الشيء اللي تكلمت عليه في بدايه الحلقه اخي مؤيد، كيف انت تسوي الترتيب الاول بالترتيب الثالث؟ هذا هضمت حق الترتيب الاول انت من نواحي دخولها للسداسي بصفر من النقاط، يعني ما فيش مزايا. كل هاللوائح لازم تتغير اخي مؤيد بحيث ان الدوري يتطور وتصير منافسه وما يصير شبهات في الدوري حتى في المباريات بعض المباريات. طيب كباتن عندك اي اضافه كابتن سمير؟ طيب النقطه اللي قالها ابو بكر بتاعت 3 نقاط ونقطتين ونقطه، كانت تتذكر انا وسام الفزاني قبل عامين قلناها ديما نتكلم اكثر من مره ونتكلموا عليها وجميع الاستوديوات صح وجميع صح المحللين صح صح وجميع صح المدربين قالوها راهو ومش يمكن حتتغير حتقعد زي ما هي. لماذا؟ لان ما مجامله اللي عندي مع عندي. ايوه بالظبط، معناها يحسب يقول لك مثلا انا لو بنعطي 3 لابو بكر وعادل بياخذ 2 وكان عادل يخش يدور سمير سمير عادل حتى على العصر او في الموسم حتى في اللوائح والقوانين يا بكر موسم 2006 سداسي طيب. احنا والاتحاد دخلنا احنا بنقطتين والاتحاد دخل بنقطه والترتيب الثالث دخل بصفر صحيح. كان من اجمل الدوريات صحيح. وفاز الاتحاد بالبطوله بفرق الاهداف. طيب باختصار باختصار خلاص وصلنا ل قلت لك نحن مع اللوائح والقوانين والقرارات، نحن مع رمز ضدن، بس هل اللوائح والقوانين الذين يطبقن على الانديه كلهم؟ لان شفنا تجاوزات يا مؤيد طبقن على القرارات واللوائح والقوانين طبقن على الانديه دون انديه. انت تشوف ان في فروقات في تطبيق فروقات كيف اللوائح مثلا في شفنا عند السنه اللي فاتت والسنه هذه قاعدات وضحات للشارع الرياضي كله. طيب شكرا لك رمزي سويكر، شكرا سمير عبود، شكرا ابو بكر الحرك، منور كابتن عادل. مشاهدينا ما تمشوش بعيد، اكيد الحديث يطول بعد ما ودعنا محللينا، وراح نستقبله بعد قليل الكابتن والاستاذ عبد الرحيم نجم ومحور اخر متمثل في كره السله الليبيه واستعداداتها للمونديال مع ضيوف من اهل الاختصاص.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام. منتخب ليبيا لكرة السلة بعد توهجه وتألقه مؤخرا في عديد المناسبات العربية وكذلك الأندية الليبية وتألقها خارجيا تستعد أو يستعد المنتخب الليبي بقيادة فؤاد بوشقرة للاستحقاق المهم وهو التأهل للمونديال العالمي. قبل الخوض في تفاصيل هذا المحور نرحب بالأستاذ عبد الرحيم نجم. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرحيم، ونخوض معك مباشرة في جزئية عودة كرة السلة من بوابة ونافذة جديدة تتعلق بتصفيات المونديال. مساء طيب لك مؤيد، مساء طيب للسادة المشاهدين الطاقم المصاحب لنا، ونحن نتحدث عن محور للعبة بالفعل في الآونة الأخيرة أعطت وجه مشرق مضيء جدا عن الرياضة في ليبيا. طيب قبل ما نسألك أستاذ عبد الرحيم، رحبوا أيضا بالصحفي والمعلق الرياضي وأحد نجوم كرة السلة الليبية وكذلك على الصعيد العربي الأستاذ علي العبارة. أهلا وسهلا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا أخوي مؤيد، لك التحية ولأستاذنا الفاضل عبد الرحيم نجم. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرحيم. أعتقد أن عندنا استحقاق مهم، عودة بعد غياب للتصفيات المونديالية بالنسبة لكرة السلة. أولا دعني أرحب بعندليب السلة الليبية علي العبار، جزء من الصورة الجميلة لكرة السلة الليبية عند الليبيين من خلال تعليق متميز على مستوى الوطن العربي، مش على مستوى يعني علي العبار أنا قيمة عربية في التعليق وليس قيمة ليبية فقط يعني. نحن الآن صورة ليبيا في كرة السلة ما هيش الصورة من يعني هي في تحسن الحق حقيقة في تحسن من 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 أكثر من عقد يعني في تحسن من حوالي 20 سنة السلة الليبية بدأت تخطو في خطوات أحسن. لكن الآن بدأت بعد المشاركة الأخيرة في البطولة العربية وظهور المنتخب الليبي بالمنافس العنيد والقوي، وشفنا الأصداء الصحفية اللي موجودة على الساحة العربية في كل وسائل الإعلام العربي، أصبح الآن كل منافس ينظر إلى كرة السلة الليبية، ما هيش النظرة ما هوش الصيد السهل اللي سهل أنك تتعامل معه أنت، بالعكس أنت الآن تتعامل مع منافس قوي عنيد صعب. نعرف أن مثلا علول يعني مغرب بطولة أفريقية واحدة من عام 65 فهمت، لكنها بالمقابل المغرب رقم أفريقي صحيح ما تخذش بطولات لكن دائما حاضرة في النهايات الأفريقية، دائما نحن لنا منافسة معها باعتبار الزون نحن في شمال الأفريقي المنطقة الأولى، دائما تنافسنا مع الجزائر تونس المغرب وهي حقيقة فرق يعني ممكن حسن حظنا نحن أن وضعنا في منطقة من أصعب مناطق وبقية المناطق الخمس الأربع مناطق الأخرى من سوء حظنا يعني. أنا في الرياضة ما نؤمنش بك، أنا نؤمن في الرياضة باش تكون بطل حقيقي يجب تنافس الأقوياء. أنا حتى في مباراة الودية ما نحبش اللعب مع الفرق الضعيفة دائما، أنا نؤمن وهذا عيب من عيوب الرياضة الليبية أنك أنت لما تشارك في دوري ضعيف في اي لعبه ان كانت وعلى مستوى ليبيا وتاخذ بطوله لما تطلع برا من الحدود تخسر لانك انت حقيقه مش منافسه قويه اللي انت عشتها، لكن لما يكون منافسه قوي في الداخل لما تطلع برا تنافس بقوه. نحن الزون هذا زون صعب صراحه، تونس الجزائر المغرب منطقه صعبه، لكن في بقيه المجموعات الاخرى تجد دولة دولتين مثلا أنغولا في منطقة الكاميرون في منطقة دول سيكافة لكن بعدها الفرق الأخرى بعدها ضعاف يعني على الأقل المنطقة فيها خمس دول اثنين ضعاف اثنين أو ثلاثة أقوياء واثنين ضعاف، بس نحن لا المجموعة نحن حتى هذه اللحظة بالسجل ما زلنا أضعف هذه المجموعة، لكن إن شاء الله قادم الأيام إن شاء الله نكون أضعف إن شاء الله. قبل ما نمشي الأستاذ علي العبار خلي نمشي ونقترب أكثر لتحضيرات المنتخب الوطني اللي استعد واليوم لعب مباراة ودية أمام القيروان، نمشي للمونستير تحديدا أو القيروان مع الزميل رمضان الحراري، وايضا كابتن رمضان يا ريت تطلعنا على الاجواء اولا ومني في محيطك الان او موجود معاك تحديدا. مرحبتين مؤيد وتحيه لك وللضيوف ولاسره البرنامج. اهلا وسهلا بك. شكرا على متابعه معسكر منتخبنا الوطني. طبعا الجميع يعلم بان المنتخب متواجد في تونس في معسكر اعداد للمباراتين الهامتين اللي في إطار منافسات التصفيات الأفريقية. منذ قليل انتهت المباراة بين منتخبنا الوطني وشبيبة القيروان وهي مباراة ودية طبعا أجرى فيها المدرب فؤاد أبو شقرة العديد
من الأوضاع التشكيلية الخاصة بمنتخبنا الوطني، وطبق التكتيك اللي ربما سيخوض به المنافستين القادمتين. طبعا أجواء المعسكر مؤيد في غاية الروعة، الإقامة ممتازة وكل لاعبينا يتمتعوا بصحة جيدة والجميع متأهب لخوض المباراتين الحاسمتين أمام المنتخب المغربي خلال يومي يوم 18 وكذلك يوم 20. طيب بالنسبة للإصابات، طبعا ما عندناش إصابات، لاعبين الكل يتمتعوا بصحة ممتازة. الآن انتهت المباراة الودية، غدا سيكون هناك ميرانا على القاعة اللي ستقام فيها المباراة إن شاء الله، أو تقام فيها مباريات مع منتخب المغرب، بجانب الدكتور وليد المرغني رئيس بعثة المنتخب الوطني، واللي ممكن تتوجه له إذا كان لديك أسئلة أخوي مؤيد. طيب أهلا وسهلا بك أيضا أستاذ إبراهيم وليد المرغني، اهلا وسهلا بك. اكيد طبعا المباريات اولا راح تلعب يومي 18 و20 في مدينه المنستير. السؤال، مبارتين من ذهاب واياب في دوله محايده، ما هي اسباب ذلك برايك؟ والله اول بالنسبه لمكان اقامه المباريات تم تحديدها من قبل الاتحاد الافريقي بالنظر لان صعوبه الحصول على تاشيرات لدولة المغرب، فقرر أن تكون المبارتين في تونس، يعني في أرض محايدة. طيب فيما يخص جزئية، نبي نسألك بصفتك عنصر الآن مسؤول ورئيس البعثة الليبية المتواجدة في تونس، شنو وضعية اللاعبين المحترفين؟ يعني هل ذات الأسماء اليوم موجودة؟ أقصد هنا المجنسين، وهل في أسماء أخرى نتوقع نشوفها في المباراة الجاية؟ طبعا بالنسبة للاعب المجنس هو من خيارات المدير الفني أو مدرب المنتخب حسب احتياجاته بالنسبة لمراكز اللعب. المدة الماضية تم تجنيس اللاعب توني ميتشل وشارك معنا في البطولة العربية. اليوم إن شاء الله بإذن الله ننتظر إتمام إجراءات المجنس الآخر، إن شاء الله يقدم الإضافة لمنتخبنا خلال هذه المباريات. المجنس الآخر شن اسمه ذكرني به؟ جورج إن شاء الله. جورج، الإجراءات نتفائلوا أنها راح تكون أو تنتهي قبل مباراة المغرب الجاية. طبعا بالنسبة لموضوع التجنيس، هناك بعض الأمور المتعلقة بالاتحاد الدولي، موافقات من الدولة الأصل بالإضافة للدولة اللي كان يلعب فيها، لابد من التأكد من عدم لعبه مع أي من المنتخبات، سواء المنتخب الدولة الأم أو أي منتخب آخر يعني. طيب يعني التطمينات الأولية نقدروا أو نتوقعوا نشوفوا هذا الاسم الجديد ضمن المجموعة في مباراة المنستير مع المغرب؟ إن شاء الله إن شاء الله، هناك تطمينات بأن الإجراءات خلال اليومين القادمين تنتهي ويشارك اللاعبين المنتخب في تحقيق الإنجاز والتأهل للتصفية القادمة اللي هي حتكون إن شاء الله بإذن الله حتى هي في دولة تونس الشقيقة خلال الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا لك أستاذ وليد المرغني ممثل الاتحاد الليبي ورئيس الوفد المصاحب للمنتخب الليبي، وأيضا شكر موصول للزميل المتميز دائما والمواكب، وعلى فكرة رمضان الحراري أحد نجوم كرة السلة سابقا مع فريق الأهلي طرابلس، نشكروك أيضا زميلنا رمضان الحراري. نمشوا إلى مدينة بنغازي والأستاذ علي العبار. أستاذ علي، أعتقد أن هناك مباراة مهمة وتجمع مهم بالنسبة للمنتخب الوطني، هناك من يتساءل أهمية هذا الحدث بالنسبة لليبيا أمام المغرب. أستاذ علي، يبدو أنك ما تسمعش فيا. أستاذ علي، هل أنت في الاستماع؟ طيب نرجع للأستاذ عبد الرحيم. إلى حين جاهزية الأستاذ علي، شفنا أجواء المعسكر، انتقلنا
تحديدا لمكان المنتخب الوطني. اليوم مباراة ودية، في شغل حقيقة، وهذا الشغل يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى مواكبة أكثر. أستاذ عبد الرحيم، صحيح، لأنك أنت بالذات لو 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 تجاوزت بوابة المغرب أنت ستدخل، يعني أنت مش حتلعب في النهايات على طول، أنت ستدخل منافسات قادمة، منافسات بطريقة المجموعة 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 الثانية اللي فيها ليبيا، حد يعني لو إن شاء الله قلنا فيها ليبيا إن شاء الله هذا الفائز، إن شاء الله يا رب ليبيا إن شاء الله تكون فيها، فيها الرأس الأخضر وفيها نيجيريا وأوغندا وليبيا، وحتلعب أيام 24 معشي وقت، يعني الكلام هذا 24 25 26 حتلعب في المغرب الثلاث مباريات القادمة. الأربعة ضم حيتأهلوا منهم ثلاثة للنهائيات. طيب راح نزيدوا نقربوا أكثر حول أهمية هذه المباريات أمام المنتخب المغربي بالنسبة لكرة السلة الليبية. أستاذ علي العبار، شن تمثل خصوصا عودة بجيل جديد بأسماء واعدة خلف دعم جماهيري كبير؟ بكل تأكيد أخي مؤيد، بالنسبة لأهمية العودة بالنسبة لمنتخبنا الوطني لكرة السلة للساحة الأفريقية هي أهمية كبيرة جدا، خصوصا وأننا يعني غبنا عن الساحة الأفريقية منذ عام 2009، لم نتأهل للأفرو باسكت، كان آخر تواجد في البطولة التي أقيمت في ليبيا. أيضا على مستوى التصفيات، يعني لم نأخذ التصفيات إلا مرة واحدة، خذنا مرحلة الذهاب في 2015 وانسحبنا في مرحلة الإياب، ولكن بكل تأكيد هذه العودة ستكون مختلفة تماما عن المرات السابقة لوجود جيل حقيقة استثنائي يحمل تطلعات وأحلام كبيرة لعشاق كرة السلة الليبية، وأثبت ذلك من خلال التميز على مستوى البطولة العربية التي أقيمت في القاهرة وتحصل على إثرها على الميدالية الفضية. طبعا بالنسبة لأهمية الحدث، نحن نعرف أن البطولات الإفريقية أو التصفيات على مستوى البطولات الأفريقية أو التنافس على الساحة الأفريقية هو حقيقة تراكمي ومركب، لأنك إذا لم تتمكن من عبور عنق الزجاجة وهو المتمثل في تصفيات المنطقة على مستوى هذه المواجهة التي ستجمعنا مع المغرب، فسيكون الأمر هو الابتعاد عن التصفيات النهائية المؤهلة للأفرو باسكت، ومن ثم يعني عدم خوض نهائيات الأفرو باسكت وفقدان الفرصة في خوض تصفيات كأس العالم ومن ثم تصفيات الألعاب الأولمبية، وهذا يعني بأننا سنجلس أكثر من 4 سنوات قادمة، وهذا ما لا نتمناه. نحن بكل تأكيد نرغب ونطمح بقوة كما يرغب أيضا الأشقاء في المغرب في أن يعبروا هذه التصفيات، وبكل تأكيد ستكون المواجهة مهمة جدا من خلال هاتين المباراتين. طيب، سواء للمنتخب الليبي أو المنتخب المغربي. طيب أهمية هذه المباريات تتمثل في البدايات، يعني أمام المنتخب المغربي هي اللي راح تفتح لك مسارات أخرى، بحيث نشوفه زي ما قال الأستاذ عبد الرحيم وزي ما أشرت أنت أن التصفيات ما زالت مستمرة، لكن عليك تجاوز المرحلة الأولى. المرحلة الأولى أشرت إلى أن المغرب أيضا تحتاج إلى التأهل. أعطينا نظرة عامة عن المنتخب المغربي، ماذا يعرف علي العبار عن هذا المنتخب، خصوصا نحن أعتقد في آخر السنوات ما شفناش مواجهات مباشرة بين ليبيا والمغرب في هذه اللعبة. المنتخب المغربي أخي مؤيد كان يعني قد شارك في البطولة العربية التي أقيمت في القاهرة. المنتخب المغربي فقد جميع مبارياته في تلك البطولة، ولكن ما ظهر عليه من مستوى المنتخب المغربي لا يمكن البناء عليه في هاتين المواجهتين. فالمنتخب المغربي تغير، تم استقدام مدرب أسباني يعني مصنف من المدربين المتميزين في أسبانيا، هو غوستافو مينديز. هذا المدرب أجرى عدة تعديلات، الآن هو قد اختار خليط، يعني استعان بلاعبين محترفين في فرنسا في دوري الدرجة الثانية الفرنسية يلعبوا في هذه في هاتين المباراتين. أيضا استدعى يعني نخبة من اللاعبين اللي كان قد توجوا مع منتخب المغرب في أنغولا في بطولة أفريقيا للمحليين، واستدعى أيضا صفوة اللاعبين الذين شاركوا في البطولة العربية، يعني وكان هناك أيضا اختيار ل 3 لاعبين تم تأهيلهم من قبل المغرب، كانوا يحملون الجنسية البلجيكية وكانوا يلعبوا في بلجيكا، ولكن الآن سيشاركون مع المنتخب المغربي، والحديث عن بوكيشو وأيضا عن نوحي وأيضا عن محسيني لاعبين متميزين. طبعا المواجهات
كثيره كانت بين الفرق وايضا المنتخبات المغربيه، ولكن في السنوات الاخيره او في الفتره الاخيره يعني لعبنا ضد بعض هؤلاء اللاعبين سواء في المنطقه يعني سواء في بطوله دبي والتي شارك فيها جمعيه سلا وكان يعني يضم اربعه لاعبين من المنتخب المغربي، ايضا تعرفنا على بعض الاسماء من خلال الفتح الرباطي اللي شارك فيه البال، وبكل تاكيد هناك الاسماء التي شاركت في البطوله العربيه، يعني هذا الخليط سيكون متواجدا امام منتخبنا الوطني، ونثق كثيرا في قدرات لاعبينا سواء يعني اللاعبين اللي خاضوا مع فرقهم منافسات قويه جدا، نحكي عن الاهلي طرابلس والاهلي بنغازي في بطوله دبي الدوليه وايضا في بطوله الدوحه واللي ظهرنا من خلالها في الميداليات البرونزيه او مع المنتخب الليبي. استاذ علي، بصفتك اليوم خبير في هذا المجال وتحديدا كره السله، من خلال اطلاعنا ومشاهدتنا لمباريات المنتخب خصوصا في البطوله العربيه وايضا مشاركات الانديه الفعليه الاخيره خصوصا الاهلي بنغازي والنصر، هل يمكن البناء على هذه المستويات خصوصا انك تكلمت اليوم على خصم من دوله شقيقه واللي هي المغرب؟ اعتقد انه هو مختلف اختلاف كامل عن اخر ظهور. طبعا كما قلت لا يمكن البناء على مستوى المنتخب المغربي في البطوله العربيه، سيكون المنتخب المغربي مختلف تماما عما ظهر عليه بالبطوله العربيه، وطبعا هم يسعوا كيف ما نحن نسعى الى الوصول الى التصفيات النهائيه المؤهله الى الابرو باسكت، ولكن يعني نحن قدمنا مستويات عاليه وعاليه جدا من خلال البطوله العربيه وايضا من خلال مشاركه فريقي الاهلي بنغازي والاهلي طرابلس في بطوله دبي، لاعبينا المتواجدين في المنتخب تحصلوا على فتره استعداد كبيره وكبيره جدا من خلال معسكرات الاعداد التي توزعت ما بين تونس وما بين مصر، ايضا كان هناك مشاركات لهؤلاء اللاعبين سواء على مستوى المنتخب او على مستوى الانديه، وارقامهم من الحمد لله يعني مشجعه ومتميزه ونثق فيهم كثيرا، وباذن الله سيعبرون باحلام كره السله الليبيه الى فضاءات ارحب على مستوى القاره الافريقيه، فهم عاقدون العزم على ذلك ويحملون احلاما كبيره على مستوى التنافس الافريقي. استاذ علي، اخيرا مباراه في تونس، اعتقد ان تونس الاقرب الى ليبيا، هذا اولا، مباراه لها طابع خاص ولها خصوصيه ايضا من ناحيه المنافسه مع دوله شقيقه، اكيد عندك رسائل، نبي نسمع منك رسائل اولا للجماهير، هل هي اليوم معنيه خصوصا في هذه المباراه؟ ثانيا للاعبين والطاقم الفني، واخيرا لصناع القرار وتحديدا اتحاد كرة السلة من أجل تقديم الحوافز رفقة الحكومة والوزارة. طبعا رسالتي بالنسبة للجمهور، الجمهور الليبي اللي عودنا دائما على التواجد في مثل هذه المباريات الكبيرة، شاهدنا الجمهور الليبي كان متواجد في تشجيع المنتخب الليبي في مصر وكان وجوده مؤثر ومؤثر جدا، ونثق كثيرا في كل الجماهير اللي حتكون متواجدة في تونس، وندعوها من الآن إلى أن تتواجد في مدينة المونستير لتشجيع المنتخب خلال هاتين المباراتين، فكما قلت هاتين المباراتين مهمتين جدا وتمثل عنق الزجاج للمنتخب الليبي للعبور إلى فضاءات أرحب على مستوى التنافس في القارة. أما بالنسبة للاتحاد الليبي فقد قام بجهد كبير وعمل كبير جدا، وبكل تأكيد نتمنى أن يتواصل هذا الدعم ونتمنى أن تتواصل هذه الإنجازات، فهذا الجيل يستحق الاهتمام والاهتمام الكبير جدا، خصوصا وانه ينافس بفرق عتيده وقويه سواء على المستوى العربي او على المستوى الافريقي. ايضا رسالتي الى الاعلام، ندعو الاعلام بالكامل لدعم منتخبنا الوطني لكره السله، وان يوجه كل الدعم لتبيان اهميه هذه المنافسات وهذه التصفيات حتى يعني يتمكن صناع القرار من الدعم الكامل لهذا المنتخب، المنتخب الليبي لكرة السلة اللي يعد وأقولها بكل صراحة وبكل فخر يعد من المنتخبات الاستثنائية في تاريخ كرة السلة الليبية. الآن نحن ننافس في الزون تغلبنا فيه على تونس، تغلبنا فيه على الجزائر، والآن سنواجه المغرب، وإن شاء الله تغلبنا على المغرب سيكون يعني سيكون المنتخب الليبي قد فاز على المنتخبات
ثلاثة وهي منتخبات مصنفة، ومنها المنتخب التونسي بطل أفريقيا، المنتخب الجزائري لا يستهان به، والمنتخب المغربي اللي كان بطل الأفريقيا للمحليين في العام الماضي. إن شاء الله. شكرا لك أستاذ علي العبار، وإن شاء الله يكون التفاؤل وكذلك الإرادة والعزيمة هي الفيصل بالنسبة للاعبي منتخبنا الوطني لكرة السلة. أستاذ عبد الرحيم، أعتقد أن على فكرة أنت كنت من الناس أو أحد الأشخاص المصرين في فريق الرياضة على ضرورة منح زوايا لهذه المهمة نظرا لأهميتها. أكيد اللعبة هذه نحن الآن نعيش فيها في ربيع، نحن نفتقر في الألعاب الجماعية لمثل هذه الانتصارات. شخصيتنا الآن موجودة والعالم الآن يعني لنا وزننا على المحيط العربي والأفريقي، وهذا شيء كبير. أنا أدعو كل جماهيرنا في تونس إن هم يمشوا لقاعة محمد مزالي في المنستير لدعم المنتخب الليبي في هذه المباراة، لأن هذه المباراة مباراة مفصلية. يعني لو نحن فزنا على المغرب في مجموع المباراتين، عاد الخمسي قال حنكون حاضر رفقة أصدقاء أبو زقر وكذلك والله يعني حقيقة أنا وكذلك البلي هو رمزي ماشي. أنا شخصيا نحاول قدر الإمكان نكون غادي، نتمنى كل الليبيين يجوا غادي يدعموا المنتخب الليبي، لأن غيابنا اليوم حيعني غيابنا 4 سنوات قادمة. لو لا قدر الله ما عبرناش بوابة المغرب حنغيبوا 4 سنوات قادمة، نحكي على المستوى الأفريقي حنغيبوا 4 سنوات قادمة. لكن الآن يفتح أمامنا أفاق بما في ذلك تصفية كأس العالم، وعندنا نخبة استثنائية حقيقة من الرياضيين، عندنا كل شيء في كرة السلة. نبي نسألك سؤال أستاذ عبد الرحيم. أعتقد أن الحل والربط اليوم بيدنا إحنا، تونس أقرب إلى ليبيا من المغرب، القاعة أعتقد أن هي أمر سهل مقارنة بملعب كبير يعني نشوف فيه عدد كبير من الجمهور. دور الدولة في وضع ما يقارب عليه 20-30 أو حتى 50 حافلة، تأمين خطوط طيران. أين دولة؟ دولة ليبية مهتمة بالقدر. كويس، مهتمة بالقدر. اليوم قدام مونديال ما 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 المفروض الآن على الأقل مسؤولين في الوزارة كانوا المفروض يكونوا موجودين مع المنتخب اليوم. ياسين الوزير مشغول، وكيل الوزارة المفروض يكون موجود مع المنتخب اليوم المفروض يكون موجود مع المنتخب، موجود مع اللاعبين، تحفيزهم، لان المباراه دي تعني كيف ما قلت لك تواجدنا لمده 4 سنوات قادمه على الصعيد الدولي حقيقه. نحن ليبيا الان نرأس المنطقه الافريقيه الاولى عن طريق السيد عمر برشوشي رئيس المنطقه الافريقيه الاولى بالاتحاد الافريقي، وعلى فكره نحيي السيد عمر برشوشي لان السيد عمر برشوشي هو من وضع صحيح اساس هذا النجاح اللي نحصده اليوم. كفاءة ليبية على مستوى افريقي ودولي. يعني حقيقة هذا الرجل من 2001-2000 لما استلم اتحاد السلة حتى لعند 2010-10 سنوات هذينا جاب المدربين الأجانب ووزعهم على الأندية، وتحمل الاتحاد الليبي مرتباتهم، كل شيء قدمه لهذه اللعبة، وانبناء أساس على يد خبيرة، يعني الرياضيين أظن مبنيين على أسس صحيح. نتمنى لمنتخبنا إن شاء الله ربي يوفقه، نتمنى من وسائل الإعلام كيف ما شار زميلي العبار وكل جماهيرنا أن تقف خلف منتخبنا، لأن نحن الآن نعيش ربيع السلة الليبية. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحيم نجم. بذلك مشاهدينا الكرام نصل إلى مسك الختام. شكرا للأستاذ علي العبار، شكرا رمضان الحراري، وليد المرغني اللي كانوا معنا في محور كرة السلة في المحور الثاني والمحور الأول تناقشنا فيه. نشكر محللينا التواجدوا معنا والحديث عن كرة القدم وأين سيقام السداسي. بذلك نصل إلى مسك الختام، إلى اللقاء.